والله شوفي، أنا أشوف نفسي يعني شخص في الكرة الأرضية، في قارة آسيا، في بلاد الشام، في دمشق 2023، أنا أعتبر حالي رجل من الجنة أو رجل من أهل الجنة، بس بثوب يعني ذكوري أو سوري أو ولد في بلاد الشام، وهي أحد أكبر التوريطات لي شخصيا أني أوصف بهذه الصفات. أنا أوصف أو أحبب لذاتي وصف أنني من أهل الجنة، لأنه عامل بأشياء جدا خاصة من البراءة واللطف والعطاء والتضحيات، شيء لا يصدق العقل، وهي وسيلتي مع الله فقط. معني أنا لا أؤمن، يعني لا أصلي ولا أصوم، ما عندي هيك، يعني صلتي مع الله هي شفافة وإيمانية وحيدة، يعني ربما عن طريق هاي اللوحة، يعني ربما عن طريق الألوان أو القماش أو الرسم. فأنا وصلت، أنا أصلي على لوحتي، يعني بيقودني هو الحب، بيقودني هو هذا الغزل الذي أمسجه بخيوط غير مرئية ما بيني وما بين لوحتي. على إذا حدا يوصفني أني أنا رسام فهو وصف غير دقيق. إذا رسم، إذا قال أني فنان رائد معاصر كمان وصف أحمق. يعني إذا قال أنه رمز تاريخي أنا، يعني بمهنتي، يعني ممكن أن يجانب قليلا من الصح. الواقع أنه أنا رجل من أهل الجنة، لكن تركت الجنة لعدد محدود من السنوات كي أذهب وآتي إلى جحيم الأرض، وليتني لم أترك هذه الجنة. فقد تورط أو أصابني نوع من الاشمئزاز، رغم أن الحياة في تفاصيلها البسيطة في شيء يعني ممتع، لكن الآخر الإنسان الشقيق الصن هو الجحيم. الجحيم هو الآخر، هو الإنسان، هو الجنة والجحيم. أما الحيوانات منذ أن خلقت بقيت على أصولها وأوضاعها وحالتها، يعني البغل منذ ولادته لحد الآن كان هو زواجا ما بين حصان وحمارة. أنجبوا بغلا عقيما لا يستطيع أن يأتي لا بأولاد ولا شيء، والنسر ما زال يحلق في السماء، والنسر كرامته لا تتحمل الأسر. ومعروف أن النسر إذا واحد مسك نسر أو صاده، النسر يشعر بالغضب الشديد لأنه لا يستطيع أن يعيش وهو في الأسر. القلب تبعه ينبض بقوة شديدة جدا حتى ينفجر. يأتي الصياد يطمر هذا النسر في التربة ويرشرش عليها الماء البارد على التربة كي يخفف حرارة القلب أو يخفف عنه الانفجار. وأنا قلبي أشبه بهذا النسر، أنا قلق أن يتوقف في لحظة ما، أنا قلق. حجزت حريتنا بالغواء، وحجزت بالتفة، وحجزت أيضا بناقصي العقول أو ناقصي القلب الذين هم بلا ضمير، قلوبهم متحجرة.